صباح الخير دانا. صباح الخير. صباح النور. كيفك؟ صباح الخير. شو الأخبار؟ تمام؟ الحمد لله تمام. كيفك أنت؟ ماشي الحال. تمام؟ وين نور؟ نور عم تحكي تليفون. الظاهر أبوها تقلها. إيه. ما قلتي لي شلون الشغل؟ طمنيني. منيح. يعني قصدي الشغل في تطورات، في أخبار جديدة؟ كل شيء تمام. دانا انتي شبك؟ ليش مالك على بعضك؟ انا ابدا، بالعكس كل شيء تمام والامور كلها رواق. لا بالعكس ابدا. رح روح شوف نور اذا بدها شيء، لانه يمكن تكون عايزتني. باي باي. الباب عم يندق على فكرة. أهلاً. أهلاً سارة، تفضلي. أهلاً. أهلاً. ما في شيء. ها؟ سارة؟ سوري طولت عليك، بس كنت عم بحكي مع بابا لأطمن عليه. صار لي كم يوم ما حكيت معه، كان مشغول بالي عليه. شبهون؟ مين؟ مين شبهون؟ صبايا. ما شبهون شيء. أنت شبك؟ ها نور، حتى أنت مالك على بعضك. شوفي. لا لا، كيف؟ لا يوخ، ليكني كلني على بعضي. ما في شيء. أنا تأخرت، لازم أنزل على المكتب. لازم. أنا طلبت شوفك لأنك حدا كتير عزيز وغالي على عصام، وأنت بتعرف هو قد إيه بحبك. حقيقة أنا كمان بادله نفس الشعور، والأستاذ عصام بمقام والدي. وكرمال هي المعزة، فأنت بتعرف إنه أنا لازم أكون أمينة معك. تفضلي عم بسمعي. أنت عم تشوف الصبايا آخر فترة؟ إيه، من وقت للتاني بشوفهم. طيب ما حسيت إنه في شيء غريب؟ في شيء مو مريحك؟ مثلا مدام ريهام، لما حكيتيني وقلتي لي من قلتها، أنا فكرت إنه في شيء له علاقة بالشغل بدك تحكي معي، فإذا في شيء بهذا الخصوص لنحكي فيه. أي شيء تاني يا ريت تعذريني. بكل الأحوال ما في مشكلة، وما بلومك، لأنك مستحيل تتوقع الحديث اللي بنحكى عنك هونيك. شوفي نور. ايه عصام بالصالون. ايه وإذا عادي؟ مو هون المشكلة، المشكلة عم يسألني كيف الشغل وكيف الأمور بالمكتب وشو الوضع. ايه وأنت شو قلتي له؟ أنا ما قلت له ولا شيء، ما فتح التنبيه ولا حرف. لهف أكيد ما حكيت شيء. ولا حرف ما حكيت. قلت بشي بتعملي لك كورة ما تعملي. فوتي فوتي فوتي. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. كيفك؟ طمني عنك. ها ما بدك تسلم؟ شبك؟ ليش هيك ما عم ترد؟ بالله عن جد بدك يعني رد؟ ايه طبعا حسام، شبك؟ الواحد بيقول لك اهلا وسهلا، بتقول لهم اهلين، بالمهلي بيسلم، بترد السلام، طبيعي يعني. رح اقول لك بدال اهلا وسهلا انه هلا كنت مع ريهام وحكت لي كل شيء. اه؟ ها؟
حسام 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 وقف. ايه نور؟ طيب اعطيني مجال احكي. شو بدك تحكي؟ بس خليني اشرح لك شو اللي صار معي. شو بدك تشرحي لي؟ شو هذا الموقف اللي حطيتيني فيه؟ شو ممكن سميه؟ معك حق. هلا انا اكيد غلطت، بس طيب فوت بس لاحكي لك. نور انت كيف بتقبلي تظهريني قدام الصبايا بهي الطريقه؟ معلش افهم. انا اسفه بس والله انا بحبك، ويعني ما توقعت هيك موقف ممكن يزعلك. نور باي. شو الوضع؟ طمنيني شو صار؟ شو؟ Not good. ايه شو الحل هلا يعني؟ نور ما رح تقدر تروح على الشغل، هي هيك بدها، أنا رح كفي الشغل عنها، هي بحاجة لتضل لحالها. فهمانتها أنا كتير وحاسة فيها، مريت بهيك حالة، تعود هالخد على اللطم. أف. يلا ليتس جو، لازم ننزل على الشركة لأنه جو اتصل ولازم يشوفنا ضروري، يلا يلا. باي باي حبيبي. باي صبايا. وين رايحة؟ شو بدك؟ شو ما بدك تفوت تحكي مع نور تشوفي شبهها؟ ليكي فوتي لعندها احكي لها عن شي شغلة مقهورة منها كتير، اشكي لها عم هي بتلتهى بهمك وبتنساها همها. بالله شو؟ لا حبيبتي ما حزرتي، انتي كل مرة بتقترحي شي وبتفوتيني بقصة أنا مالي فيها. أنا ما دخلني، هلا بطلع الفشة براسي. إيه لا حدا يساعدني، أنا بتصرف لحالي. حل بالأكل. إيه لا نور؟ ليه ما أكلتي لهلا؟ ما جاي عبالي. شو هي مو جاي عبالي؟ كرمالي بس لقمة. خلصنا بقى، قلت لك ماني جوعانة، لا تضغطي علي. هاد أضرب. إيه وأنا بأضرب معك، شو علي؟ ما حآكل. بتعرفي مرة أنا ورفقاتي عملنا أضراب في اللاجي، خمس أيام ما أكلنا ولا لقمة، صرنا خيالات. رهاف أنا ماني عاملة أضراب حبيبتي، خلصنا بقى. وليه؟ أنتِ ليش ما نزلتي على الشغل؟ لأنه تعبانة، مرضانة كثير. لازم آخذ دواء ومنبهين علي ما آخذ دواء بلا أكل. دواء شو؟ بعدين أنتِ ليه ما أكلتي وأخذتيه؟ لأنه ما فيني، أنتِ السبب. حالفي أمين إذا ما أكلتي ما باكل. إذا صار لي شيء أنتِ السبب. رهوفة؟ هيك بدك تخليني اقلق عليكي؟ هاد اللي انتي عم تعملي، قلقتينا كلنا عليكي. عن جد في دواء لازم تاخديه؟ اذا قلت لك الحقيقه بتاكلي؟ اذا حتجاوبي من الطرف اليمين ولا اقول لك؟ خلص عرفت الجواب. يا الله نزعتي لي الكذبه. بالله كلي حلفت يمين ما فيني اكل اذا ما اكلتي جهد. لك هي اطيب لقمه لأطيب نور وأحلى نور. شو خلص أكلتي صار فيني أكل.